شمت هوانا اليوم من متحف الدبابات الملكي احتفالاً ب 99 عام على تأسيس الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى بعرض عسكري حي للمدرعات، ورح يكون معنا مجموعة من الهجانة والفرسان. خليكم معنا، خلينا نستمتع بهالعرض ونستذكر تضحيات أبطالنا بالثورة العربية الكبرى. أول ما نبدأ ونقول كل عام وردنا الغالي بألف خير. اليوم معنا عماد بيك وجهاد بيك، أهلا وسهلا بيكم. نبلش معك عماد بيك، زي اليوم قبل 99 عام تأسس الجيش العربي، احكي لنا عن بداياتهم. صحيح، أول إشي بتوجه بالتحية والتبريك لجلالة الملك في عيد جلوسه 21 وللمؤسسة الوطنية العريقة القوات المسلحة الأردنية بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. طبعاً قبل 99 عام يعني بدايات تشكيل الإمارة كان تشكيل الجيش العربي الأردني، وفي البداية من اسمه نبدأ بأنه الجيش العربي أي أنه جيشاً عمقاً لكل العرب. الجيش العربي انطلق برسالة أنه جيش عربي مستوفوي، كان منطلقاً أصلاً من مع بداية الإمارة من نهايات الحرب والثورة العربية الكبرى، فهو وريث رسالة الثورة العربية الكبرى. على مدى تاريخ القوات المسلحة الأردنية و99 عام الصحيح رقم ليس بالهين، هو حوالي قرن من الزمان، قدم الجيش العربي الأردني العديد من التضحيات ومر بمراحل تشكيل وتأسيس وتطوير كبيرة حتى امتلك الأسلحة الحديثة، واللي في آخر 20 عام مع يعني تسلم جلالة سيدنا لسلطاته نقل الجيش نقلة نوعية من حيث التدريب والتسليح عملياتيا وتدريبيا. الجيش الأردني أصبح جيشا احترافيا، يعني نحن بكل فخر جيش يتمتع بالانضباطية والاحترافية العالية. جهاد بيك، أنت كمتقاعد عسكري إيش الرسالة اللي تحب توجهها؟ طبعا أخي الكريم، في البداية في خضم احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية في هاي المناسبات العزيزة على قلوبنا، مناسبة يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي، أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الحسين والأسرة الهاشمية وجميع الأردنيين في الأردن. طبعاً بالنسبة لسؤالك الكريم، إحنا بنعرف إنه أنا كمتقاعد عسكري خدمة في الجيش خلصت مقدم في القوات المسلحة الأردنية. خلال فترة خدمتي كان الجيش هو المعلم الذي يعطينا المبادئ والقيم التي بنيت على مبادئ الثورة العربية الكبرى. أنا رسالتي في هذا المقام أدعو كل المؤسسات سواء مدنية، مؤسسات قطاع خاص، قطاع حكومي، إلى أنه الجيش قدم في خلال فترة مسيرته التاريخية منذ نشأته بدايات الثورة العربية الكبرى، خلال مسيرته في الصراع العربي الإسرائيلي قدم تضحيات، ساهم في كثير من الأمور النهضوية. فأدعو جميع المؤسسات كاملة أنه يهتموا بهذا الإرث التاريخي من خلال تعليمه للشباب وللأجيال القادمة، من خلال الندوات، المتاحف. إحنا بنلعب دور كبير في إرسال هاي الرسالة وتوعية الجيل القادم بما قدمه جيشنا الأردني على أرض الواقع. التضحيات لا يمكن أنه ذكرها في هذا المقام، هي تتعدى محاضرات من الجيش الأردني، ولكن رسالتي هي محددة فقط إلى كل المؤسسات أنه تهتم في عنصر الجيل القادم في توعيته بهذا الإرث. على رأس الأردن والأردنية ربع الكرامة وربع الحمية، هو على رأس الأردن والأردنية ربع الكرامة وربع الحمية. إحنا اليوم موجودين بمتحف الدبابات الملكي احتفالاً ب 99 عام على تأسيس الجيش العربي وذكرى الثورة العربية الكبرى، إيش الدلالة؟ طبعاً إحنا بنحتفل في هذا اليوم في هاي المناسبة العزيزة، بنعرف إنه الثورة العربية الكبرى عندما بدأت لم تبدأ
بوليدة لحظة، بناء جاءت على أسباب ومعطيات، وكانت أهم الأسباب إنه الحرية وكرامة الإنسان. لذلك إذا بتستشعر من أهم محاور الثورة العربية الكبرى هي إبعاد الظلم والاستبداد عن الأمة العربية، والنتيجة اللي ساقتها الثورة العربية الكبرى هي إبراز كرامة الإنسان، وهذا ما بنادي فيه دائما الهاشميين على مدى حكم في الحقب التاريخية في الأردن. بنحكي كمان من أهم نتائج الثورة العربية الكبرى اللي بنعتز فيها أنه حققت كرامة الإنسان. عماد بيك، إيش الرسالة اللي بتحب توصلها أو تحب توجهها بهذا اليوم؟ بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، اللي هي ذكرى يوم الجيش وذكرى انطلاقة الثورة العربية الكبرى. صحيح إنه الأردن وطن انبنى بدم وعرق الآباء والأجداد، فأنا أوجه رسالتي للشباب الأردني بالذات، الجيل اللي يعلق عليه الأمل في الأردن ليحمل هذا الإرث، أنه جميعنا كأردنيين والشباب بالذات أن نحافظ على هذا الإرث الموروث العظيم اللي هو هذا الوطن الذي أصبح موئلاً لكل العرب ولكل الدنيا بأمنه وأمانه وبقيادته الهاشمية الحكيمة وبالازدهار اللي بيعيشه إلى حد ما. الحمد لله نحن لازلنا يعني من الدول رغم كل إمكانياتنا المحدودة متفوقين متميزين، وأكبر دليل الانتصار اللي انتصر فيه الأردن في الفترة الأخيرة على جائحة كورونا اللي أتعبت أنظمة صحية في العالم لم تأخذ الضربة الاستباقية كما استشرفها الأردن وقيادته الحكيمة. فأرجو من الجميع الحفاظ على هذا الوطن حتى يعني نقدر نطور هذا الوطن إلى ما هو أفضل إن شاء الله. الاحتفال، خلينا نحكي عن الاحتفال، إيش بتضمن؟ نبلش عندك جهاد بيك. طبعا الاحتفال راح نشوف الآن فرقة من الموسيقات البادية وفرقة من الفرسان والهجانة، هذول راح يتقدموا باستعراض مع الموسيقات. هذا بدل على أنه هاي بدايات تأسيس القوات المسلحة. بآخر فقراتنا راح يكون هذا العرض العسكري على التراك أو مسار الدبابات اللي بنقدم إحنا في خلال هذا المسار عرض عادة في نهاية كل شهر لبعض أنواع الدبابات القديمة والحديثة اللي يمتلكها متحف الدبابات الملكي وبعرضها للزائرين. هو عرض عسكري جميل ضمن سلسلة زمنية تبدأ من بدايات تشكيل الجيش العربي، كونه يومه أعيده هذا اليوم مع بدايات الهجاني اللي منها انطلق تشكيل الجيش العربي، ثم بعض الآليات القديمة بتسلسل الزمني لتسليح القوات المسلحة الأردنية بهذه الأنواع من الآليات حتى يومنا هذا إلى الدبابات الحديثة.